جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. المستمع عدنان بعث يسأل ويقول: اذا كنت في الصلاه كان اكون في الركعه الثانيه وكنت على غير اتجاه القبله، وجاء احد الاشخاص ووجهني الى القبله ولم اعيد الصلاه بل اتجهت الى القبله واقبلت الصلاه، هل هذا العمل جائز؟ اذا كنت دخلت في الصلاه وقد اجتهدت في تحري القبله وليس عندك من يخبرك ولا من وليس عندك علامات ولا ادله على القبله، ان يعني تكون في بر مثلا وصليت على حسب ما أدى إليه اجتهادك ثم جاء آخر وأرشدك إلى جهة القبلة فصلاتك صحيحة، يعني تنحرف إلى القبلة التي أرشدك إليها إذا وثقت من كلامه وتكون صلاتك صحيحة. أما إذا كنت مفرطا لتحري القبلة ولم تبذل الجهد ولم تسأل وصليت إلى غير القبلة في أول صلاتك فإنك تستأنف الصلاة من جديد لأنك دخلت الصلاة على غير اتجاه القبلة ولم تبذل المجهود الذي ينبغي في الوصول إلى معرفة القبلة إذا كان عندك من يرشدك إليها أو عندك أدلة تعرف بها القبلة من النظر في الشمس والنظر في القمر والنظر في النجوم إذا كان في الليل والنظر في الشمس إذا كان في النهار والظل، كل هذا ما يرشد إلى القبلة.